من كابول مفادنا يعقوب بهده ينضم إلينا ونتابع معك مجمل التطورات على الساحة الأفغانية، إن كان على المستوى السياسي والتصريحات الأخيرة وأيضا على المستوى الإنساني. نعم ميشيلا، أمنيا وميدانيا الأوضاع هادئة إلى حد ما، لم تسجل عمليات أو هجمات خلال اليوم وأمس. فقط أكد مسؤولون من طالبان أن مقاتليها يواصلون تمشيط بعض المناطق في العاصمة كابول وفي مدينة جلال أباد بحثا عن مقاتلين من تنظيم داعش. سياسيا، جاء حفل العشاء الذي أقامه وزير الخارجية بالإنابة في الحكومة الانتقالية التابعة لطالبان أمير خان متقي ليكون أول اجتماع يجمع كافة الممثلين الدبلوماسيين السفراء وممثلي المنظمات الدولية في كابول مع قادة طالبان، الذين جددوا في هذا الاجتماع أنهم جادون وماضون في إقامة علاقات وطيدة مع دول المنطقة ومع دول العالم، وحددوا تحديدا دول المنطقة والمجموعة الأوروبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العالم الإسلامي. قالوا إنها تأتي في سلم أولوياتهم، في مقدمة سلم أولوياتهم. هذا الاجتماع طبعا تحدث خلاله فضلا عن قادة طالبان سفير أوزبكستان، وشدد على أن بلاده ماضية في تعاونها مع أفغانستان على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي، وتحدث بلغة إيجابية تجاه طالبان، وهو الذي بقي في كابول مع أن أوزبكستان وطاجكستان تصنفان بشكل تقليدي على أنهما مناوئتان لطالبان. فعكس طاجكستان التي صعدت مع طالبان خلال هذه الأيام من خلال الحشد العسكري على الحدود ومن خلال التصريحات المناوئة لطالبان، إلا أن أوزبكستان تتحدث بلغة دبلوماسية تحاول مثل بعض الدول في المنطقة، تركمانستان، كازاخستان، طبعا باكستان، الصين، تحاول مد يد التعاون إلى طالبان. وجاءت كلمته أمس بصفته ممثلا للسلك الدبلوماسي هنا في كابول في هذا الاتجاه. نعم إن شاء الله. شكرا لك يعقوب بهده، موفدنا من كابول.